كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن قائمة المنتخب المغربي، المستدعاة لمعسكر إعدادي لأسود الأطلس، استعدادًا للمنافسات القادمة. وأكد الركراكي، وفق ندوة صحفية عقدها هذا اليوم، استدعاء العناصر التالية: في حراسة المرمى، ياسين بونو من الهلال السعودي، منير القجوي من الوحدة السعودي والمهدي بن عبيد من الجيش الملكي وفي خط الدفاع استدعى الركراكي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي أيوب العملود من الوداد الرياضي نصير مزراوي من بايرن ميونخ الألماني نايف أكرد من ويست هام الإنجليزي رومان سيس من الشباب السعودي يونس عبد الحميد من رنس الفرنسي يحيى عطية الله من الوداد الرياضي عبد الكبير أبقار من ألافيس الإسباني أما وسط الميدان فقد استدعى أمير ريتشاردسون من رنس الفرنسي عز الدين أوناحي من مارسيليا الفرنسي سفيان أمرابط من مانشستر يونايتد الإنجليزي بلال الخنوس من جينك البلجيكي إسماعيل الصيباري من بي اس في اندهوفين الهولندي يحيى جبران من الوداد الرياضي وفي خط الهجوم حكيم زياش من غلط سراي التركي امين حارث من مارسيليا الفرنسي عبد الصمد الزلزولي من بيتيسي الاسباني امين عدلي من بايرن ليفركوزن الالماني يوسف النصيري من اشبيليه الاسباني ايوب الكعبي من اولمبياكوس اليوناني طارق طيس دالي من غينت البلجيكي وسفيان ديوب من نيس الفرنسي